السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بهذه التغطية الخاصة والمواكبة لعملية طوفان الأقصى. هذه العملية اللي انطلقت صباح اليوم ب5000 صاروخ، عملية عسكرية شاملة صاروخية برية قامت بها المقاومة الفلسطينية منذ صباح اليوم. كل الرسائل السياسية صدمت الصهاينة بعقر دارهم. فوجد أراضيه محتلة من قبل المقاومة، ووجد مدنه تحت آلاف الصواريخ، ووجد جنوده أسرى بيد المقاومين الفلسطينيين، ووجد آلياته مغتنمة من قبل الفلسطينيين. حالة من الذهول والإرباك والصدمة عمت الكيان الصهيوني بمختلف مدنه، فالصواريخ والاعتقالات وعمليات التسلل اجتاحت أغلب المدن، واعترفت المراكز القرار الإسرائيلية وكذلك وسائل الإعلام التابعة للكيان الصهيوني بحجم الأذى والدمار الذي سببته الصواريخ الفلسطينية، صواريخ المقاومة الإسلامية. المواقف المساندة لهذا العملية، عملية طوفان الأقصى، تعددت. وبداية لهذه المواقف مع موقف رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي ببيان أصدر بهذه المناسبة، وكان نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة البطلة، ونبارك لهم ملحمة طوفان الأقصى البطولية التي أذهلوا الاحتلال الصهيوني بجرأتها في التحدي وتوقيتها وتكتيكها من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال ومخططاته الدنيئة في إهانة الأقصى وقتل الأبرياء في المخيمات. إن قضية فلسطين هي قضية الأمة، وإن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين التي ما زال شعبها يؤكد بتضحياته قوة إرادته وإيمانه بحقه الوطني والإنساني، وإن جميع العرب والمسلمين وأحرار العالم مدعوون اليوم لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته ودعمها ومساندة أبطالها بكل الوسائل والإمكانيات ومن كل المحافل الدولية. بوركت بطولاتكم يا أبناء الشعب الفلسطيني، وسدد الله خطاكم من نصر إلى نصر، معكم حتى تحرير الأقصى. الشيخ الدكتور همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. بداية رحب بجنابكم أستاذ هاشم، تنضمنا في هذه التغطية المهمة والمباركة لقصف مقرات الكيان الصهيوني والمدن الصهيونية بأكثر من 5000 صاروخ صباح هذا اليوم. دائما ما نسمع بقوة الدفاعات الصهيونية ويروج بالإعلام مثل هكذا أمور، اليوم شفنا الوضع مختلف، شفنا المدن الصهيونية دكت بالصواريخ، والمقاومين الفلسطينيين تسللوا إلى المدن الصهيونية بكل سهولة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم وملاكات قناة الأيام، ودعني أستثمر هذه اللحظات بتحية كبيرة للأبطال الذين أثبتوا اليوم عزة الأمة وعزة المستضعفين في مواجهة الاستكبار حيثما كان. ولعل ما جرى اليوم هو منعطف تاريخي بحق، وهو ربما يثبت ما كان يصرح به ويؤكده الحكماء والعقلاء وقادة الأمة في مواجهتها للإمبريالية والصهيونية، لما كانوا يؤكدوا بأن هذه الشعوب لا يمكن أن ترضخ، وأن الشعب الفلسطيني منتصر، وأن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد الذي يفهمه العدو الصهيوني ومن يقف خلفه، وهو الخيار الوحيد الذي يعيد الحقوق لأهلها. وما جرى الفجر هذا اليوم هو أيضا أثبت ما كان يقال عن أن إسرائيل هي أوهن من بيت العنكبوت. في العملية وطريقة تنفيذها والتخطيط لها وأيضا ما جرى من نتائج الكثير من الحديث، لكن ما أثبتته العملية بأن الشعب الفلسطيني بقدرات وإمكانات لربما لا يدركها لا الأصدقاء ولا الأعداء،
وما جرى اليوم يثبت بأن حتى من كان يروج أو يصور في مراحل معينة أنه خيارات ربما الخيارات الناعمة أو خيارات الحديث مع العدو أو المفاوضات ممكن أن تأتي بنتيجة. وبعد أن شهدنا بأن العدو يزداد غطرسة كلما فسح له المجال بكل حديث محاولات التهدئة أو الاستسلام لخياراته، ثبت أن اليوم هذا الذي يفهم العدو الحقوق وأيضا هذا الذي يرعبه. هذه العملية باستعراض كل النتائج المادية على مستوى الانتصارات العسكرية، لكن يبقى بعد الانتصار المعنوي وما ألحقته وما ستلحقه مستقبلا بالحرب النفسية هو الأكبر. هل هي حرب فقط حرب صواريخ؟ صواريخ أنه اليوم أكثر من 5000 صاروخ والعملية مستمرة لحد الآن، الموضوع راح يقتصر فقط على العمليات العسكرية من هناك عمليات أخرى ممكن يقوم بها المقاومون سواء في فلسطين أو حتى في باقي الدول المقاومة؟ هذه العملية لربما عسكريا تصنف بأنها عمليات انتحارية أو عمليات جنون باعتبارها حرب مدن، وأكثر من هذا له مجاميع معينة صغيرة تدخل بهكذا عمق وتختار أهداف لا يمكن تصورها. أنا أقول حتى أكثر المتفائلين لم يكن يتصور أنه بالإمكان تنفيذ عملية بهكذا صورة، أنه تدخل هذه المجاميع من المقاومين الأبطال تضرب في أماكن معينة مدروسة ومختارة، تأسر من الجهود الجنود الصهاينة، تقتل، تستولي على مدرعاتهم. وهذه الصور التي نقلت لربما لم تنقل ولم يكن هكذا نتائج في الإضرار بالعدو ميدانيا وفي عقر مستوطناته والمستعمرات الصهيونية لم يكن هذا حتى يخطر ببال أحد. العملية جرت خلاف كل السياقات وخلاف كل الحسابات العسكرية، وبالمناسبة هي أيضا تكريس لما كان في المرحلة السابقة. لربما في الحديث عن المقاومة الفلسطينية كان الجميع يذهب إلى معيار قياس القوة وتوازن القوة ما بين الطرفين، ولهذا دائما ما كان يقال إنه ماذا يمكن أن يصنع الفلسطينيون ومن يساند الفلسطينيين، على اعتبار هذه الترسانة الكبيرة للصهاينة، قبة حديدية وغيرها، قبة حديدية، طائرات، مدرعات، صواريخ، تقاط، سميها ما شئت، وأيضا دعم أمريكي غربي. لكن عندما تغيرت المعادلة من توازن القوة إلى توازن الرعب، بل نجح المقاومون الفلسطينيون ومن يساندهم وينصرهم في أن يكون الرعب هو المتفوق، وهذا الذي شاهدنا اليوم. الصهاينة هم مهزومون حتى قبل أن تهزم عليهم المقاومة الفلسطينية. شو اللي مكن المقاومة الفلسطينية لهذه الدرجة؟ واليوم نشوف المقاومة الفلسطينية منتصرة وتدخل لأراضي الكيان الصهيوني وتعتقل وتسيطر على مدن، وحتى قوات الشرطة في الكيان الصهيوني ما مسيطرة على مدنها ومقراتها وحتى مدرعاتها. شفنا اليوم المدرعات عند المقاومين الفلسطينيين. أنا قلت منذ تبني خيار المقاومة والمقاومة الحقيقية الفاعلة وتحقيق الانتصارات، ولعل هنا لابد أن نشير بالحدثين الأبرز في مسألة المقاومة، اللي هو أوقف تمدد الكيان الإسرائيلي نحو احتلال الأراضي العرب والمسلمين حتى الأراضي الفلسطينية بعد دخولهم إلى لبنان واحتلالهم بيروت، وانطلاق مشروع المقاومة الإسلامية اللبنانية، وهذا الأمر كان بتوجيه من الإمام الخميني في عام 82 عندما قال للبنانيين اذهبوا وقاوموا، أسسوا وابدأوا مقاومة من الصفر. هذه المقاومة بدأت وقامت في عام 2000 بتحرير أراضيها، و2005
وشكلت رادعا وبعد ذلك رعبا للكيان الإسرائيلي. وهذه التجربة الذي كان في السابق لا أحد يتصور أنه هذا الجيش الإسرائيلي يهزم. أصبح الأمر بقناعة كاملة أنه هذا الجيش هو جيش يهزم، وأنه هذا الدعاية التي كانت تطرح بأنه الجيش لا يهزم ولا يقهر هذه كلها مجرد أكاذيب. دام طرحت الموضوع بشكل أوسع، موضوع مقاومة إسلامية، بالتالي اليوم شنو المطلوب من باقي الدول المقاومة؟ شنو المطلوب اليوم من محور المقاومة في جميع الدول لمساندة هذه العملية وهذا المعركة الموجودة حاليا؟ هذا أنا الذي أقوله، ما حدث اليوم هو ببركات وجود المقاومة الإسلامية التي كانت هي العون والمساند للمقاومين الفلسطينيين الذين كانوا أيضا في جهوزية كاملة، وما شاهدناه في عمليات سيف القدس خير دليل أنه أصبحت المعادلة أنه الكيان لا يستطيع أن يضرب ويقتل حيث ما يشاء، وإنما عندما يرتكب أي حماقة أو عدوان يكون الرد موجعا له. هذا الذي شاهدناه. الأمر الآخر، القوة التي ظهرت بالعمليات الفردية في داخل مستوطنات العدو، هذا التي أضافت رعبا كبيرا. في السابق لربما عندما كان يراد الإعداد لعملية ترعب العدو كنت تحتاج إلى مجاميع وإلى عدة وعتاد. وصل الأمر أنه يأتي من هو بسكين فيرعب الكيان بالكامل. وشاهدنا أنه الأبطال الذي يستولي على سلاح من المستوطنين أو من جنود ثم يقتلهم ويحقق هذا الرعب، وشاهدنا بطولات حقيقة لابد أن تخلد بالمقاومة. هذه التي زرعت شيئين، زرعت قوة مضافة وإيمان مضاف عند المقاومة الفلسطيني بأن يدي الدآن كما وجدناه اليوم يتحرك ويضرب، والأمر الآخر هي أضافت رعبا عند جنود الكيان ومستوطنيه، وشاهدناهم مهزومون حتى قبل التحرك. ما قبل مرحلة العملية ومرحلة الصواريخ وكل هذه العمليات، ممكن الرأي الدولي اليوم يطرح موضوع التفاهمات وغيرها والمباحثات وغيرها من الأمور، الكيان الصهيوني يفهم هذه اللغة؟ أكو ممكن مساحة للتفاوض مع هذا الكيان المعتدي الغاصب للأراضي الفلسطينية؟ من واقع أكثر من 7 عقود الصهاينة لا يفهمون إلا القوة ولغة القوة، والعمل تجاه الكيان الإسرائيلي بإلجامة وبمنع من العدوان لا يكون إلا بالاستعداد وإظهار القدرة والقوة، وهذا الذي جرى. ما منع الكيان الصهيوني من العدوان والاعتداء على الفلسطينيين في السنوات العشر الأخيرة على الأقل هو حجم الانتصارات الفلسطينية المقاومة، وأيضا جهوزية محور المقاومة في مساندة ودعم الفلسطينيين. أول أمر ليس سرا حتى، وهو أيضا مثار فخر وأعلنته القيادات الفلسطينية المقاومة، أنه هذه الصواريخ وهذه القدرات هي مقدمة من الجمهورية الإسلامية من قلب محور المقاومة، وأيضا محور المقاومة حاضر وهو ذاته المحور الذي أعلن على لسان أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله قبل سنوات أنه ولى زمن الهزائم وحل زمن الانتصارات. وهذا الأمر كان تطبيقا اليوم الواجب حتى يفهم العالم الذي كان متخاذلا ومتواطئا مع الصهاينة في تمددهم وفي عدوانهم على الفلسطينيين طيلة العقود، أنه هنالك اليوم من يطلب حقه ويعمل لاستجلاب هذا الحق وإثباته، وأيضا هو مستعد أن يضحي بكل شيء لهذا الحق. وبالمناسبة اليوم من يذهب إلى خيار المقاومة هو الأفضل في حفظ الأرواح وحفظ الأراضي. دوما دوما كان خيار المقاومة أقل بالتضحيات والخسائر من خيار الاستسلام. اللي يصير اليوم ما قتله الصهاينة من عرب وما استعمره من أراضي في فترات الهدنة والمسالمة والخنوع هي أكثر من
فترات الحرب والمواجهة. اللي يصير اليوم وخلال عملية سيف القدس الأخيرة وحتى خلال هذه العملية طوفان الأقصى وغيرها من الأحداث، هل هي ترجمة لتغريدة بوقت سابق للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية الإمام علي الخامنائي عندما ذكر أن الكيان الصهيوني يحتضر، وهذه التغريدة من فترة، بالتالي اليوم فعلا الكيان الصهيوني في طريقة إلى أنه يحتضر ويتلاشى بين هذه الحركة المهمة للمقاومة الإسلامية؟ لعله قال الثورة الإسلامية الإمام الخامنائي برؤية استراتيجية في أكثر من حديث، لعله الحديث الذي جرى قبل ما يقارب 10 سنوات وأكثر عندما سئل على شيء قال في موعد في تارك التاريخ يكون بعد 20 أو 25 سنة، قال بأن قد لا تكون هنالك إسرائيل بعد 25 سنة. ربما الكثيرون لم يفهموا ما كان يشير له السيد الخامنائي، لكن من يعرف ومن هو متابع يعرف بأن السيد الخامنائي بمسؤولياته وأيضا بعنوانه يتحدث بدلائل وبدراية كاملة، والقول بأن الكيان ينهار ويتراجع، هذه العمليات مقدمات لهذا الانهيار. هذا الأمر لربما كان لا يفهم، لكن العمليات الأخيرة أثبتت هذا الشيء. ربما عملية سيف القدس جعلت لهذا الأمر مصداقية، طرح بأن إسرائيل إلى الهوان وإلى الانحسار والنهاية، لكن عملية اليوم أكدت هذا الأمر بشكل كبير جدا. هذه العملية أوضحت بشكل كامل، وأنا أقول هذه العملية بارتداداتها وانعكاساتها لن ينتهي تأثيرها لا في فترة أيام ولا في فترة أسابيع، بل ستنعكس بشكل كامل. وخليني أقول لك شيء، منذ وصول الصواريخ الفلسطينية التي هي صواريخ بالدعم الإسلامي المقاوم إلى المستوطنات والمدن المستعمرة الصهيونية، انتهى ما يسمى بالهجرة إلى الكيان، أصبحت معدلات الهجرة العكسية هي الأكبر. هذا أولا. الأمر الثاني، حتى أصبح الخطاب يختلف من خطاب الذي كان يتصدره قادة الكيان الإسرائيلي، خطاب التهديد والوعيد بأننا نصل إلى أي مكان إلى أي دولة وأننا نستطيع أن نسكت ونرعب وهم حتى خارج القوانين الدولية، إلى أنهم يسمعون خطابا مقاوما كما جرى أخيرا من السيد حسن نصر الله عندما قال إذا ارتكب الصهاينة حماقة الاعتداء والعدوان فإنهم سيعودون إلى هذا الواقع. هذا الواقع يعني إيش اليوم؟ فقط الصواريخ أضعفت الموقف الصهيوني؟ يعني إحنا نشوف أكو دعم للكيان الصهيوني، أمريكا وغيرها تدعم الكيان الصهيوني، وهذا الأمر يصرحون به رؤساء الأمريكان على مختلف السنوات بتعاقب السنوات. بالتالي اليوم الموقف الضعيف للكيان الصهيوني تسببت به فقط المقاومة والصواريخ، أم أنه أكو حراك آخر، أكو مديات أخرى تسببت بضعف هذا الكيان من الداخل؟ أولاً الصواريخ هي موجودة عند الكيان بأعداد أكبر ولربما بتقنيات أعلى وتدمير أكبر، لكن الصاروخ والبندقية وأي سلاح ما يحدد قوته وفاعليته هي اليد المؤمنة التي تمسك به وتديره. وأنا خلينا نستذكر البندقية اللي هي بندقية صهيونية موجودة عند جندي صهيوني أو مستوطن صهيوني، هذه لأنها لا تقف خلفها إرادة مؤمنة لم تستطع أن تفعل شيء، بينما كانت قطعة من الحديد، لكن عندما مسكتها يد مؤمنة بعقيدة إيمانية مقاومة جعلتها أداة رعب هزت الكيان الصهيوني وأعوانه. ولهذا اليوم تتجسد الإرادة الإيمانية المقاومة عند الفلسطينيين، هي التي تقوم بهذه العمليات. وذاك الشاب الذي جاء ليواجه الصهاينة بمفرده وهو بعد حتى أن يتلقى رصاص وقبل أن يستشهد يبقى يقاوم ويبقى يطلق رصاص، ها
هذه الروحية الإيمانية، هذه العقيدة القتالية هي التي تهزم العدو، وهي التي ملأت قلوبهم رعبا، وهي بالذات. ولعل عندما انتهج الفلسطينيون القاعدة الإلهية في العمل حققوا الانتصار وسينتصرون، وهذا وعد هذا الله، هذا هو انتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا الذي هو كلنا فخر أكيد بكل هذه الانتصارات. انتقل لي الأستاذ هيثم أبو غزلان، أمين سر العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي. حياكم الله أستاذ هيثم. أستاذ هيثم أبو غزلان، الأخوة بالكنترول، إذا نعود الاتصال بالأستاذ هيثم. شكرا لكم. أرجع لك مرة ثانية أستاذ هاشم، هذه التصعيدات من المقاومة الفلسطينية بعد اعتداءات، توقيت هذه العملية، هل أنه التوقيت برد فعل لهذه الاعتداءات أم أنه توقيت مخطط له، بالتالي هذا التوقيت المناسب لرد هذه الاعتداءات؟ أولا هذا اليوم الذكرى، وطبعا يرتبط أيضا بذكرى في ذات الأيام، الذكرى التي أيضا أعادت ثقة العرب والمسلمين في حينها بعد هزيمة 67 والانكسار الكبير وما كان يروجه الصهاينة بأنه لن تقوم للعرب قائمة، وما بعد 67 تعرفون أنه حتى الدخول للقدس وأمور كثيرة أخرى. في 73 في ظروف مشابهة كان هنالك ضربة، هذه الضربة وإن كانت بجيوش الجيش المصري والجيش السوري في حينها، استثمرت ما يسمى بيوم الغفران عند اليهود الذين يكونون به في حالة ثبات كاملة، واستثمرته وكانت الضربة وحققت هزيمة للصهاينة وبشكل كامل أثبتت بأنهم مهزومون. ممتاز. أنا أعتذر منك، انتقل لي الأستاذ هيثم. حياكم الله أستاذ هيثم. حياكم الله أخي. أهلا ومرحبا، نبارك لكم هذه الانتصارات على الكيان الصهيوني بعقر داره، وهذا الكم من الصواريخ والاعتداءات والرد على الاعتداءات من قبل الكيان الصهيوني بعقر داره. يعني الله يبارك فيك، وهذا النصر طائري يعني لكل شعوب أمتنا العرب والإسلامية التي ذاقت ويلات الظلم والقهر والاحتلال من هذا العدو المجرم. الله يحفظكم. العملية العملية سميت بطوفان الأقصى، أنا أسألك هل أنه اللي حدث اليوم بالكيان الصهيوني هو طوفان حقيقي لهذه العمليات؟ بكل تأكيد أخي الكريم، ما رأيناه وما شاهده العالم كله خلال هذه الساعات من بطولات المجاهدين والمقاومين من كتائب القسام وسرايا القدس وكل المقاومين الفلسطينيين يعبر بشكل واضح عن هذا الإصرار الفلسطيني وعن هذه الوحدة الفلسطينية وعن هذه البطولة التي تجلت في الميدان من خلال الأسر ومن خلال الهجوم ومن خلال الحصول على الغنائم والعودة إلى قطاع غزة وأيضا السيطرة على أكو إحصائيات أستاذ هيثم عديدة. تمتلكون إحصائيات دقيقة؟ أكو إحصائيات دقيقة بالعملية لحد الآن؟ أخي الكريم، العدو الصهيوني اليوم مصدوم وهو لا يستطيع أن يحصي يعني أعداد قتلاه وأسراه، ولكن أستطيع أن أؤكد أن أعداد الأسرى كبيرة وأن أعداد القتلى الإسرائيليين بشكل كبير جدا. اليوم أدعى المقاومون الفلسطينيون الأبطال في هذه المعركة التي نستطيع أن نقول استطاعت المقاومة أن تختار التوقيت وأن تختار المفاجأة وعنصر المفاجأة في هذا الإطار، وأن تؤكد على أرض الميدان أنها مسيطرة ومحررة لعدد من المستوطنات الصهيونية، وأيضا من خلال إفقادها العدو الصهيوني كل القدرة التي كان يتمتع بها من خلال السيطرة على الأرض، سواء
من خلال قواته أو من خلال الطيران المعادي وأيضا من خلال مدفعيته، حتى أن ألف بن ديفيد الكاتب الصهيوني يقول نعم. لقد تبخرت قوات النخبة في ملاك قطاع غزة. روحية أستاذ هيثم، إذا تنقل لنا روحية المقاتلين وأبناء الشعب الفلسطيني وهم يسمعون مثل هذه التصريحات والبيانات اللي تصدر والصرخات اللي تصدر من مواقع الكيان الصهيوني. بكل تأكيد اليوم الشعب الفلسطيني لم يبخل يوما لا بتقديم الدعم ولا بتقديم كل يستطيع من أجل المقاومة، مقاومة العدو الصهيوني، وما نراه اليوم من فرحة كبيرة ومن قوة يظهرها أهلنا في قطاع غزة وعلى امتداد العالم العربي والإسلامي، إنما يشكل أحد اللبنات الأساسية في مسيرة المقاومة، في مسيرة الجهاد والكفاح ضد هذا الاحتلال. نحن نؤكد بكل تأكيد بكل وضوح أن الصراع مع هذا الاحتلال لا يمكن أن ينتهي إلا بالانتصار عليه وإنهاء وجوده على أرض فلسطين. هذا الخيار أصبح منذ الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم خيارا واقعيا، نستطيع أن نقول لكل هذا العالم أن أي تطبيع، أن أي استسلام لهذا الكيان هو مرفوض ومدان ومستنكر، وأن الخيار كل الأحرار أستاذ هيثم بالتأكيد كل الأحرار حول العالم داعمين للقضية الفلسطينية، وأبناء الشعب العراقي بالتأكيد جزء من هذا العالم وجزء من هذه المقاومة للكيان الصهيوني. والبيانات توالت للدعم لعملية طوفان الأقصى، ومن البيانات المهمة اليوم بيان لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي. فبالتالي ما هو موقفكم باتجاه هذا الدعم للقضية الفلسطينية من قبل أبناء الشعب العراقي؟ في الحقيقة الشعب العراقي والقيادة العراقية لم تبخل عن شعبنا الفلسطيني في الدعم وفي الموقف البطولي والموقف الذي يعبر عن أصالة الشعب العراقي وقوته وكرامته، سيما أنه يواجه الاحتلال الأمريكي على أرضه، وهو دفع أثمانا غالية من أجل أن يكون حرا سيدا مستقلا وأن يدافع عن الأم ذاتها في الحرية والاستقلال والتقدم. نحن لا يعني نستغرب هذا الموقف الشجاع والقوي من شعبنا العراقي ومن القيادة العراقية واتجاه شعبنا الفلسطيني. نحن دائما كنا وسنبقى في مركب واحد ضد الاحتلال أينما كان، والعدو الصهيوني باحتلاله لفلسطين إنما يشكل خطرا ليس فقط على فلسطين وإنما أيضا على العراق وعلى الأمة العربية والإسلامية. جيد أستاذ هيثم، أكو حاليا رد فعل من قبل الكيان الصهيوني على هذه الصواريخ والانتصارات لأبناء الشعب الفلسطيني بهذا التوقيت؟ طبعا ما حصل أفقد العدو الصهيوني زمام المبادرة، وأفقده أيضا القدرة على التركيز في هذا الإطار. حتى هذه اللحظة نحن ندرك جيدا أنه أعلن الحرب على قطاع غزة وجند الاحتياط وأعلن عن تجنيد الاحتياط. بكل تأكيد أن ما حصل اليوم هو بداية لما سنمر به وسنشهده الأيام القادمة. بالتالي العملية مستمرة خلال الأيام القادمة؟ بكل تأكيد نحن كفلسطينيين كحركات مقاومة كحركة جهاد إسلامي مستعدون لأي مواجهة مع هذا العدو، وبالتأكيد وبإذن الله تعالى سيكون الهزيمة نصيب هذا الاحتلال المجرم. شكرا جزيلا أستاذ هيثم أبو غزلان أمين سر العلاقات في حركة الجهاد. كلنا فخر أستاذ هاشم وإحنا نسمع هذا الخطاب من المقاومين الفلسطينيين، أنه إحنا مستمرين وقادرين وماكو حتى مساحة للرد من قبل الكيان الصهيوني، وإذا استمرت العملية إحنا باقين. بالتالي اليوم هذه العملية تتوقع أكو استمرار لها خلال الفترة القادمة والأيام القادمة؟ من اللي قلت في حديثي هو ما جرى اليوم
هو تأكيد استمرار خيار المقاومة وجهوزية كعملية طوفان الأقصى بهذا الواقع، كعملية هي منعطف كما قلت، وآثارها وامتداداتها وانعكاساتها على الكيان ستكون كبيرة جدا، وستكون ساحقة بشكل أوضح وأكبر لمعنويات، وستكون مدمرة بحرب النفسية عليه. وهذا هو المهم. أيضا خلاف توقيت العملية، الأسلوب والطريقة التي جرت بها العملية حيدت كل ما يراهن عليه العدو من قوة، لأن العدو دائما العدو الصهيوني يراهن على القوة، على الماكينة العسكرية وعلى الترسانة، وهو عرف ولربما اليوم أيقن بأن لا شيء ولا قوة ولا سلاح يهزم الإيمان عندما يكون حاضرا، وهذا الذي جسده اليوم المقاوم الفلسطيني في هذه العملية. مساحة الرد شنو ممكن تكون بالنسبة للكيان الصهيوني؟ نتوقع رد عسكري وازي اللي صار من قبل المقاومين الفلسطينيين؟ كل شيء متوقع من الكيان. إجراما ممكن يكون بقصف بالطائرات لأهداف يختارها، ومن المتوقع لربما يضرب ضربات تستهدف المدنيين بشكل خاص بشكل كبير حتى ما يتصوره بأنه يخلق نقمة على المقاومين، وإن كان هذا الأمر فشل في المرات السابقة يستهدف المقاومين. نعم نعم نعم. يستهدف المدينة حتى يولد نقمة، ولكن كما حصل في المرات السابقة كان المدنيون يركزون هم أيضا، ورغم حتى التضحيات كانوا يقولون بين هذا الأمر. الشيء الثاني في هذه المرة هنالك قتلى وجثث لا يمكن أن ينكرها الكيان ولا يمكن أن يغطي عليها. كان القتل في جنود الكيان الإسرائيلي وهم يمسكون المناطق التي يقتل بها جنودهم، ولهذا يخفون قتلهم. اليوم القتلى ظهروا تحت أقدام المقاومين، حتى بياناتهم بالمواقع تجاوزت 22 تقريبا قتيل من قواتهم اللي تحمي المدن. والأكثر من هذا والأكثر رعبا بالنسبة للعدو هو الأسرى الصهاينة الذي وقعوا تحت أيدي وأقدام المقاومين الفلسطينيين. وهذه المرة الأولى التي تكون بهذا العدد في هذه المواجهة مع قلة القوة المقاومة التي نفذت هذا العمل، لكنها تمكنت من أن تلحق خسائر بالكيان الإسرائيلي في يوم واحد في ساعات أولى أكثر من كل الحروب العربية التي حصلت بكل متكان يشترك بها كل الجيوش العربية. وهذه أيضا منظورة ولا يمكن أن يخفيها، وهذا هو الأساس. الكيان الذي كان يعمل على أن يسوق بأنه لا يقهر لا يهزم لا يقتل منه أحد، أما مسألة الأسر هذه الأمر يكون عنده بشيء مبعد بالكامل. اليوم كلها تحت أنظار العالم أجمع، كلها تنقل للكيان، فالذي الآن هو أصبح في حالة رعب وأيضا في حالة انهيار اجتماعي. ظهور أستاذ هاشم، ظهور الكيان بهذا الضعف وهذا الموقف راح ينعكس على مبدأ ومفهوم التطبيع اللي يحاول يروج للكيان الصهيوني واتجاه لبعض دول الخليج وغيرها من الدول باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني. هو التطبيع رغم كل هذه السنوات، يعني من 78-79 لليوم، أربعة عقود وأكثر كانوا يريدون أن يطبعوا، فشلوا بصورة كاملة. حتى التطبيع كان تطبيعا سياسيا مع الحكام، لم ينتقل التطبيع ولم ينجح على المستوى الشعبي أو الاجتماعي هذا الأمر إطلاقا. وما أرادوه من خلال التطبيع السياسي هو فرض ما يسمى بالسلام، اللي هو استسلام لمصلحة الكيان. هذا أيضا الآن انتهى، لأن مروجي التطبيع لم يثبتوا حقا للفلسطينيين، ولم يستعيدوا أرضا، ولم يوفروا حماية، ولم يمنعوا عدوانا صهيونيا. لكن خيارات المقاومة والمقاومين هي التي حققت عودة الحقوق
والأراضي، وهي التي منعت العدوانات الصهيونية، وهي التي اليوم تفرض شروطها وتفرض إرادتها وقوتها على العدو. هذا هو المهم. عرفون أنه اليوم المعادلة تختلف بصورة كاملة. بالتالي هذه العمليات اليوم راح تغير الكيان المعادلات، مساحة الكيان الإسرائيلي. اليوم الكيان الإسرائيلي هذا العدو الصهيوني الذي كان يخشى لربما في فترات قريبة صاروخ يعبر على ينتهي، هو يروج حتى ما ممكن يعبر هذا الصاروخ. الآن المقاوم أصبح يخترق والأماكن التي لنا أن نتخيل أنه هذه الأمور التي تحدث في الجبهة الجنوبية للكيان الإسرائيلي، ماذا لو انطلقت في الجبهة الشمال، شمال الكيان، وهم يعرفون جيدا مثل ما هنالك مقاومون فلسطينيون أثبتوا نجاحات مبهرة. اليوم هنالك أيضا مقاومون مدربون وأثبتوا نجاحاتهم وانتصاراتهم، قادرين ينقلوها لباقي المدن. اليوم المقاومة الفلسطينية بهذه العدة والعدد يعني والإمكانات، أقول لك شيء لربما سيثبت خلال الأيام القادمة. من تحرك اليوم في هذه العمليات البطولية لم يتحرك فقط على المساحة اللي هي فوق الأرض، تحرك في مسارات أخرى. والكيان الإسرائيلي يعلم بأن هنالك مقاومون جاهزون ومدربون وراسمون للخطط أن يتحركوا فوق الأرض وتحت الأرض، وهو الأمر ليس سرا. الأنفاق التي حفرت في كل الحدود المحيطة بفلسطين المحتلة لأيام لربما انطلقت منذ اليوم لتواجد المقاومين بمفاجآت للكيان الإسرائيلي. وأنا أقول لنا فقط أن نتخيل بأن حجم القوات التي هاجمت اليوم تتضاعف إلى 5 أو 10 مرات في مناطق متعددة في أكثر من منطقة حدودية، بل ربما حتى من البحر. فماذا سيكون وضع الكيان الإسرائيلي؟ وهو بالمناسبة سحبت منه كل ما يتصوره من عناصر القوة، لا دبابات تقدر تتحرك تواجه هؤلاء المقاومين، ولا طائرات ولا بوارج حربية. وهم ليس لهم من يقاتل على الأرض لأنهم مهزومون بصورة كاملة ولا يستطيعون أن يهاجموا أو يقاوموا أو يردوا هؤلاء المؤمنين. البيانات من محور المقاومة من بلدان العراق، إيران، سوريا، لبنان، تتوقع اليوم المقاومة بحاجة إلى دعم غير الدعم المعنوي، دعم فعلي باتجاه أنه ممكن عدة وعدد وسلاح، غير أنه السلاح اللي ذكرته حضرتك الصواريخ هي أساساً لمحور المقاومة وبدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذه القوة المقاومة. ممكن يكون أكو دعم من نوع آخر خلال الفترة القادمة إذا ما استمرت المعركة؟ كل الدعم مطلوب وواجب، الدعم العسكري، الدعم السياسي، الدعم الإعلامي، حتى الدعاء، كل شيء مطلوب. لكن لابد أن نشير إلى شيء مع ذكر واجب الدعم الذي هو موجود وهو حاضر، على يقين بأن محور المقاومة ليس فقط داعم، بل هو بجهوزية كاملة وبإعلان. طبعا أنا لا أتحدث عن أشياء افتراضية أو تحليلية، وإنما الموقف الذي أؤكد أكثر من مرة على لسان السيد حسن نصر الله بأن هنالك ما يسمى بشعار وحدة الساحات، كل القوى المقاومة تدخل في حالة تطلب الأمر هذا. لكن ما نشاهده اليوم وما نبتغر به ونسعد به أنه القدرات الفلسطينية أصبحت هي القادرة على إرعاب العدو وعلى هزيمته، ليس بكامل حتى قدراته، هي بقدرات قليلة ونوعية. اليوم القوات المقاومة التي هجمت إلى ربما هي لا تمثل شيئا بقدر ما أنها حققت الشيء الكبير عسكري أكثر مما هو سياسي. أنه هذا الأسلوب بالقتال، أسلوب الشوارع ومعركة المدن، تشوفه أسلوب ناجح مع الكيان الصهيوني إذا ما استمرت المعركة؟ لا، هو مو أسلوب ناجح أصلا. العملية هذه هي خارج كل السياقات العسكرية بالاستمرارية،
هذه هو مدى الاستمرارية، هو الذي يحدده المقاوم. المقاوم حقق أهدافه بهذه العملية بالساعات الأولى، قتل، أسر جنود، وصل حيث ما يريد، أوصل رسالات هذه هذا الحرق الذي أحرق ليس فقط آليات وسيارات وأبنية ودبابات ومدرعات العدو، بل أحرق قلوب المستعمرين. وبالتالي كل الأهداف المرسومة تحققت، ولأني أقول لك وبفضل الله سبحانه وتعالى، لربما بلا تضحيات بلا خسائر. هذا الشيء كبير جدا. بعد ذلك اليوم لا تنسى وجود عشرات من الأسرى الصهاينة بيد المقاومين، هذا يجعل من الصهاينة مشلولين بقدرات التحرك وبقدرات الرد. بالتالي العملية حققت كل أهدافها المرجوة، وممكن نتأمل من حركة مقاومة باتجاه كيان صهيوني، لأننا في اليوم الأول الساعات الأولى. دعني أقول لك شيء ثابت، العملية حققت أهدافها المرسومة لربما بأكثر من التوقعات. تعرف من يخطط يضع توقعات، أكيد سقف التوقعات، فهي حققت بفضل الله وببركة وجهود المقاومين أكثر من أهدافها. هذا بتوقعي، هذا الأمر الجميل. ولكن ما سيتحقق بعد ذلك بفضل هذه النتائج التي كانت غير متوقعة، أنا أتصور أنه أقصى لربما كما كان يأمله المخططون من أمنيات مرسومة، أنهم كانوا يتصورون أنه يكون بالأفراد يعني بعدد أصابع اليد الواحدة أن يأسروا الجنود أو يقتلوا جنود، لكن أن يكون الأمر بالعشرات قتلى وجرحى، وعفوا وأسرى وجرحى من جيش الكيان. الآن الأعداد تقترب من 200، هذا أمر كبير جدا سيتم استثماره وأيضا تأثيره وحضوره في القادم الأيام، بل لعله إلى فترات طويلة جدا. وسنشاهد هذه القوة التي اليوم هي بيد المقاومة، وجود هذا الإثبات بقتل الصهاينة وجعلهم تحت أقدام جيفهم تحت أقدام المقاومين، وأيضا وجود الأسرى سيكون عامل كبير جدا في المرحلة القادمة. كل العمليات المدرعات والدبابات والآليات الصهيونية تحرق في مستوطناتهم وفي مستعمراتهم وفي مدنهم. هذا الأمر كبير جدا، وهذا أمر أيضا هو بداية انطلاق عصر الانتصارات الحقيقية. هذه العملية وغيرها من العمليات، ولو أنه إحنا بطوفان الأقصى، هذه العملية رد على الاعتداءات من قبل الكيان الصهيوني خلال الفترة الأخيرة، وتدنيس المسجد الأقصى من قبل جنود الصهاينة داخل المسجد الأقصى وتهجيرهم. بالتالي اليوم هذا الأسلوب للاستفزاز من قبل الكيان الصهيوني للمقاومين، أسبابه وتوقعاته ما مرصودة من قبل الكيان الصهيوني؟ ما متوقعين أن يكون الرد بهذا المستوى، خصوصا احنا شفنا اللي صار بسيف القدس؟ لعل الصهاينة استمروا باستفزازاتهم قبل اليوم. كانوا يتصورون بأن استفزازاتهم وعدواناتهم على الفلسطينيين التي لا يستطيعون أن يتوقفوا عنها، لأنه بنية الكيان هي العدوان. كانوا يتصورون أن الأمر سيكون بصواريخ ترد تصد تسقط، وعلى عمليات مشابهة كما حصل في السابق، وهذه تأخذ لها أيام يستغلها العدو لضرب أهداف قيادات مواقع. لكن ما حصل اليوم يثبت للصهاينة بأنهم لا يمكن أن يتوقعوا ردا مقاوما. المسألة بعد ما راح تقتصر على صواريخ تطلق من أماكن بعيدة، وإنما على مؤمنين مقاومين يتواجدون في معاقل العدو ليدمروه ويقتلوه ويأسروه، وهذا أيضا خارج سياقات العدو. في موازين القوى العسكرية المادية كانت الغلبة للقوة الفلسطينية المهاجمة على القوة الصهيونية التي كانت موجودة وهزمتها، فهذا أمر سبب متغيرا جديدا. بعد ذلك الكيان لابد أن يفكر على أن يغلق كل شارع
وكل مدينة، وهذا الأمر لا ممكن. ممكن يوقف هذه الاستفزازات وهذه الاعتداءات بعد كل هذه العمليات، إلا أن يكون الأمر بشيء واحد، إلى أن يحول الكيان مدنة إلى سجون، بل إلى قبور للمستوطنين وللمستعمرين الصهاينة، ولعله هذا موت يجعلونه بأيديهم، وهو مصداق لقول الله تعالى عندما يخاطب هؤلاء يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين، وهذا ما نشهده اليوم. خلينا ننتقل أكثر لواقع الكيان الصهيوني من خلال الأستاذ عدنان الأفدني. نرحب بك أستاذ عدنان المختص بالشأن الصهيوني. ألو، معك، السلام عليكم. نرحب بك أستاذ عدنان، ونبارك لهذه الانتصارات من قبل أبناء المقاومة الفلسطينيين ضد الكيان الصهيوني، ونطلب من جنابك أنه تخلينا بالصورة بما يخص الكيان الصهيوني ووضع الكيان الصهيوني بعد كل هذه الهجمات المستمرة إلى حد هذه اللحظة، وإحنا بتغطية مباشرة ونسمع الأخبار تتوالى وتوصل لنا بانتصارات الشعب الفلسطيني المقاوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو كانت هناك حالة من الصدمة للاحتلال الإسرائيلي، حيث حسب يعني الإعلام العبري وما كان هناك من تصريحات من يعني قادة هذا الاحتلال، لأن الضربة كانت مفاجئة وواضح يعني من خلال يعني هذه الضربة، لأنه كان هناك فشل استخباري إسرائيلي، خاصة بأن قطاع غزة يعني بجانب هذه المستوطنات. إضافة إلى ذلك يعني الحدث كان يعني ضخم جدا ونوعي وغير مسبوق، وكان هناك يعني حسب يعني تصريحات أيضا من قادة الكيان الصهيوني ومن الصحفيين الإسرائيليين بأن هذا الحدث كان ضخم جدا ونوعي وغير مسبوق، وكان له إعداد يعني جيد غير عادي. طبعا كل تصريحات الصحفيين الإسرائيليين كانت واضحة بأن هؤلاء المستوطنين وهؤلاء الجنود حتى الذين يحمون المستوطنون فقدوا الإحساس بالأمن بعد أن رأوا صور يعني توغل أبطال المقاومة إلى داخل المستوطنات، حتى أن الصحافة العبرية يعني ركزت على موضوع بأن ما حدث في داخل المستوطنات على حدود قطاع غزة هي حرب العار، وإنه الكابوس، وإنه إخفاق غير يعني مسبوق للمؤسسة الأمنية الصهيونية. وكان هناك واضح من خلال توسل كثير من المستوطنين الذين يعيشون على حدود قطاع غزة، وكانوا يقولون يعني توسل لرئيس الحكومة بأن يفعلوا أي شيء، وآخر يعني من المستوطنين يقول نحن لا نريد أن نموت. إضافة إلى ذلك أستاذ عدنان، شو موقف الجهات الرسمية بالكيان الصهيوني حاليا، موقفهم اتجاه هذه العملية؟ لم أسمع السؤال. موقف الكيان الصهيوني والشخوص الممثلين لهذا الكيان الصهيوني اتجاه هذه العملية؟ نعم، هم يشعرون يعني صدمة بشكل كبير. أكفت بيانات رسمية صدرت عنهم؟ هذه العملية حسب يعني أقوال كثير من ضباط السابقين في هذا الاحتلال بأنها كانت ضربة مفاجئة وسببت وكانت يعني فشل استخباري غير عادي لهذا الاحتلال، لأنه لم يكن يتوقع مثل هكذا ضربة وأن تنتقل يعني المعركة إلى أرض الكيان الصهيوني. واضح يعني بشكل كبير بأن تصريحات يعني الاحتلال وقادة الاحتلال في تخبط، وهم غير قادرين على تقدير الأمور، لأن الأخبار التي تتداول من داخل المستوطنات يقولون بأن المقاومون ما زالوا يسيطرون على كثير من يعني البيوت في داخل المستوطنات الصهيونية، يعني حالة من الرعب وحالة من الخوف الكبير لدى المستوطنين، حتى أن رأينا كيف أن هؤلاء الجنود الذين يعني كان وجودهم في داخل المستوطنات لحماية المستوطنين هم أسروا وتم أخذهم إلى قطاع غزة، وعدد كبير يعني من القتلى في صفوف يعني الجيش والمستوطنين. وحتى الآن ما تسمى نجم داوود الحمراء تقول بأن حتى الآن لا يعرفون الرقم بالضبط لعدد القتلى والأسرى من هذا الكيان ومن جنودهم المستوطنين. هل هناك أستاذ عدنان رد متوقع من قبل الكيان الصهيوني؟ لو تعيد السؤال، ما سمعت السؤال مني. هناك رد متوقع من قبل الكيان الصهيوني؟
تشويش لم أسمع السؤال. أسألك أستاذ عدنان، أكو مساحة رد للكيان الصهيوني؟ لم أسمع السؤال. عفوا أستاذ عدنان إذا تسمعني. الصوت أعد السؤال لو سمحت. نعم، أسألك عن المقاومون الفلسطينيون، تركوا مساحة للرد للكيان الصهيوني؟ أكو توجهات حاليا داخل الكيان الصهيوني أو ممثلي الكيان الصهيوني بالحديث عن إمكانية رد؟ نعم، أنا أتابع الآن يعني النشرات العبري بشكل مباشر، الإعلام العبري هم يقولون أنه ما زال عدد يعني ليس بالبسيط من المقاومين الفلسطينيين يحتلون هذه المستوطنات ويسيطرون على هذه المستوطنات. لذلك حتى الآن جيش الاحتلال يتخبط في تصريحاته، وهو أيضا يقول بأنه يوجد عدد كبير من المفقودين في داخل يعني المستوطنات، وكثير من أقارب يعني مستوطنين فقدوهم. لذلك هناك تخبط، هناك حالة من الهستيريا لدى جنود الاحتلال ومستوطنيه. وحتى اللحظة لم يكن هناك تصريح واضح من قادة الكيان فيما يحدث بالضبط وكيف الأمور والأين تسير الأمور، هم يتخبطون حتى هذه اللحظة. ممتاز، أنا أشكرك أستاذ عدنان الأفندي المختص بالشهن الصهيوني الانضمام لنا بهذه التغطية الخاصة. كذلك أتوجه بها الشكر للأستاذ هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات، والأستاذ هيثم أبو غزلان أمين سر العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي. بالتأكيد مستمرين في قناة الأيام الفضائية بمواكبة هذه العملية وهذا النصر المؤزر للمقاومين الفلسطينيين على الكيان الصهيوني خلال أيام هذه العملية إن شاء الله. نلتقيكم في تغطيات أخرى، في أمان الله.